طيب وائل، برضو خلينا نعرف منك، يعني انت محطم ارقام برضو قياسيه بموسوعه جانس، بس في ايه برضو خلينا نعرف؟ تمام. هو انا عامه بدات رياضه من سن 13 سنه. بدات اول لعبه لعبتها هي الكونغ فو، واللعبه دي جت عن طريق ان انا اتاثرت بشخصيه بروسلي، لان شخصيه بروسلي ده هو اكتر واحد خلاني اصلا يعني اثر فيا ان انا ادخل الرياضه بشكل عام. فبدات بقى اشمعنى بروسلي؟ يعني كان في نماذج مختلفه، عارف، كان في ابطال الاكشن، جاكي شان، فان دام، الابطال، بس بروسلي ده الوحيد اللي اتاثرت بيه من ناحيه فلسفته، حكمته، يعني القوه والبدنيه اللي عنده، يعني في تاديه التمارين والمهاره العاليه اللي عنده. فانا بدات ابدا اشوف الافلام بتاعته واقلد وراه الحركات بتاعته. طبعا كنت بقع وبتصاب وبتعور، يعني ومامتك بتتجنن معاك وصح كده وتتعب. بس طبعا تدريبه كله طبعا بيبقى في الملاعب، في المنشآت الرياضيه اللي هي العامه. برافو. فطبعا فكره بقى اللي هي تمرين الضغط على صباعين، ده اول رقم كاس انا كسرته منه. فطبعا انا شفت بروسلي من ضمن الحاجات اللي انا كنت بتابعها له ان هو كان بينفذ تمرين ضغط على صباعين بايد واحده. فطبعا التمرين ده بالنسبه لي انا اول ما شفته جات لي حاله ذهول وصدمه كده. هو مين يكون عنده القدره البدنيه ان هو ينفذ تمرين بالشكل ده؟ فطبعا وبعدات كمان يعني فصعب. هي صعبه جدا، فلدرجه ان انا سالت مدربين عندنا، هو في حد ممكن يكون عنده القدره البدنيه ان هو ينفذ تمرين بالشكل ده؟ قال لي بيبقى مع التمرين المستمر، يعني مع الاستمرار ما فيش حاجه صعبه منه. فطبعا اول بقى ما دخلت على اساسيات الموسوعه، طبعا انا في البدايه ما كانش عندي خلفيه وخبره عن الموضوع، لكن ليا صديق من الوادي الجديد طبعا كابتن محمود ايوب، طبعا معروف اكتر واحد محقق اكبر عدد من الارقام القياسيه في الشرق الاوسط، يعني نموذج مشرف يعني لينا كلنا. فهو الوحيد اللي ساعدني واداني كل صغيره وكبيره في الموضوع من اول ما بدات لحد ما انتهيت. فطبعا من ناحيه بقى التمارين وكده، انا اول رقم بدات فيه كان تمارين الشقلبه الخلفيه عن طريق الحائط. احنا معانا الفيديوهات دي يا جماعه، لو معانا ممكن نشوف برضو. فطبعا التمرين ده لقيت ان النفس فيه تقيل جدا وصعب عليا وكده، فسيبته بعدها. فجيت اخش في تمرين البوش اب، لقيت تمرين اللي هو التايتل اسمه على الموسوعه ذا موست تو فينجر بوش ابس وذ تو ارم وذ وان ارم ان 1 مينت. اول ما شفت التايتل ده عرفت ان هو الرقم بتاع بروسلي. طبعا اول ما شفت الرقم ده حبيت ان انا يعني اجرب التجربه واخش وبدات اتمرن فعلا. كان في طبعا لاعب روسي مسجل بالرقم ده ب 55 في دقيقه. طبعا انا بدات تدريب في الرقم وانا وقتها اصلا ما كنتش بعرف اجيب 10 ضغط ورا بعض بايديا الاثنين. فطبعا الموضوع بس شوف بقى النقله، برافو عليك بجد. فطبعا الموضوع فعلا كان صعب بالنسبه لي في البدايه جدا. بدات ان انا انزل الجيم، اعمل تمارين لياقه بدنيه بشكل عام، اشيل اوزان على ظهر وابدا اجيب تكرارات في الضغط وكده، لحد ما الحمد لله دي رحله نجاح فعلا. يعني دي انت بتتكلم وبتقولها بشفافيه، انا ما كنت ما اعرفش اعمل 10 ضغط، بص لغايه هنا.